سلام، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. اليوم تحت طلب بعض الأصدقاء غادي نقدم لكم طرطة ولا الكاتو ديال المناسبات. كنتمنى ينال إعجابكم. بالنسبة للمقادير تقدروا تشوفوهم في الباغ دانفو أو صندوق الوصف. ودابا إن شاء الله غادي نبداو. أول حاجة غادي نقوموا بتحضير خليط نسكافيه. هنحطه على جنب وفي الإناء غادي نوضعوا 3 ديال البيضات. غنضيفو السكر. يمكنكم تستعملوا الخليط بين السكر الابيض والسكر الاسمر او السكر الابيض بوحدو. غنضيفو ملعقه ديال الفانيلا للتنسيق. كنقومو بخلط البيض مع السكر باش كيذوب لينا السكر ويعطينا خليط متجانس. دابا غادي نضيف الرايب او ما يعرف بباتر ميلك. واذا ما كانش عندكم الرايب متوفر فيمكنكم تضيفو على الكمية ديال الحليب ملعقة خل وتخليهم لمدة 5 دقائق للتفاعل. ودابا غنقوم بتحضير المكونات الجافة اللي هي على التوالي طحين بيكن باودر والكاكاو. نمزجو المكونات ديالنا بالخلاط اليدوي. على جنب غادي نحط المكونات الجافة وغادي نجيب السائلة لإضافة الزيت. الآن غادي نجيب الخليط ديال الدقيق مع الكاكاو وغادي نبداو نمزدوه مع الخليط السائل. كما كتشوفوا كنضيفوا المكونات تدريجيا دفعه دفعه باش المكونات ديالنا تتجانس مع بعضها.
الاخير غادي نضيف القهوه سريعه الذوبان باش تعطي الكيك ديالنا قوام هش. وبعد ما حضرنا الخليط ديالنا غادي نكبوه في صينيه مبسطه وغادي ندخلوه للفرن لمده 20 دقيقه على درجه حراره متوسطه. الاخير هذا هو الشكل ديال الكيك اللي كنحصلوا عليه. غادي نقطعوه لدوائر باش نعدلوا الطرطه ديالنا. وعندكم اختيار في الشكل اللي غادي تقطعوه على حسب الطرطه اللي بغيتوا الشكل ديالها، اما انا اخترت الدوائر حيت الطرطه ديالي بغيتها تكون على شكل دائره. طريقة التزيين ديال الكيك ديالنا. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني. وشكرا.